بفيديو نشره الفنان عاصي الحليني على حسابه الخاص على انستغرام، وبين فيه محرج للغاية حين أقدمت زوجته على تقبيله أمام جمع من الأصدقاء احتفالا بإطلاق الأغنية الجديدة. ونشر عاصي مقطع الفيديو من الاحتفال يلي حضروا بعض المقربين منهم، وظهر فيه بصحبة زوجته كوليت وأمامه جاتوه كبير أثناء احتفالهم بطرح أغنيته الجديدة رجعتيني لبدايتي. وقام الحليني بتقبيل زوجته، إلا أنه الأخيرة ما تركته وقبلته بقوة، بينما هو حاول ابتعاد عنا وكان واضح عليه الشعور بالخجل، خاصة أنهم ما كانوا لوحدهم بالمكان. وعلق عاصي على المقطع وقال: الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلي بالإكراه. لنذكركم شوي بطبيعة علاقة هالثنائية اللي عم يحتفلوا ب 25 سنة من الحب. احضروا هالفيديو من مقابلة الزميلة رابعة الزيات. كوليت بتغار وعاسي بغار ومنخبط نيناتنا انه نيناتنا ما منغار. كوليت انا كوليت نيناتنا بس ما منعصب كتير، يعني منروق بالاهتمام بالولاد حسب مقسمة تقريبا، بس انه الامور البيت اكيد المرأة بتلعب دور اكتر يعني بالبيت، وهي لعبت دور كتير مهم بحياتي بتربية العائلة، وبوقت اللي انا كنت يعني عم شق طريقي وبالتسعينات لما خلقوا ماريتا ودانا ووليد بالألفين، فكانت كوليت عم تحمل مسؤولية يعني كتير كبيرة بوقت اللي أنا كنت يعني من بلد لبلد وسفر وشغل وملتهي بشغلي. فكمان بدي أقول لك كوليت، هو بيهتم بشي وأنا بهتم بشي. أنا بحب السفر، بس يمكن بسبب عملي وشغلي أكتر بلد عنا ذكريات رومانسية فيها هي باريس. إيه باريس وبلبنان، بس ماني ذاكر وين. شو اسمه؟ بافالو. بس هو عرفه؟ لا اكيد هو ما عرفه، لانه انا اخذته كان عاتم هونيك ما حدا بيشوفنا. ما كانت تقبل تطلع لهون. والله ما ذاكر، يعني ما ذاكر انه شيء معين، يعني في مشكل صار بس مخزي بالنسبه لي، يعني ما حقوله. أول مرة، يعني أول مرة بعد ما تزوجنا مرتبطنا، فما كان موقف مش كتير حلو مني أنا وصار مشكل عليه. ما كتير متذكرة، بس أكيد بكون غرت عليه يعني وخنقته وهيك يعني. كتير هدوء وكتير هادي رايق. والله شفتها مثل ما هي وحبيتها مثل ما هي ومعود عليها مثل ما هي، وصرنا معودين على بعضنا، و ما بعرف إذا هي بتحب تغير شيء فيه، بس إنه أنا بلاقيها منيحة مثل ما هي، أنا حببها. أنا بهدي أكتر، بس هو بيدفع.